هلأ أنا عرفت مين اللي بيختار مرسوم ومكتوب. على طريقة شاكيرا ودنيا بطمة، بسمة بوسيل تعود للغناء بكلمات هجومية. بالعالي المسار هلأ أنا عرفت ما عدت هالبنت، اليوم كبرت وصرت وحدي اللي بختار. أثارت الفنانة المغربية بسمة بوسيل ضجة كبيرة بعد نشرها أولى أغانيها وبالتالي أعلانها العودة إلى عالم الغناء بعد أسابيع قليلة من انفصالها عن الفنان المصري تامر حسني. وفي التفاصيل، أعادت بسمة بوسيل طرح أغنية مين اللي بيختار للفنانة هبة طوجي بصوتها الخاص على هيئة فيديو كليب بسيط ظهرت فيه بمفردها. هلأ أنا عرفت مين اللي بيختار مرسوم ومكتوب، بالعالي المسار هلأ أنا عرفت ما عدت هالبنت، اليوم كبرت وصرت وحدي اللي بختار. وجاءت أبرز كلمات الأغنية حب وعهد جديد بشكل هجوم على الفنان تامر حسني، كما فعلت قبلها الفنانة شاكيرا ودنيا بطمة، وأصبحت بالتالي أغنية أنا بدي طير أول أغاني الفنانة بسمة بوسيل التي طرحتها بعد الانفصال وتخلصها من قيود تامر حسني التي كان قد فرضها عليها. وكان المهندس مصطفى رؤوف قد كشف عن عودة الفنانة بسمة بوسيل إلى العمل الفني والغنائي مرة أخرى، وذلك بعد غياب لها قد استمر لسنوات عديدة. حدا بيقدر يمحيني القوة اللي فيه، رح تحميني انت إيه؟